ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد أنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد اليوم في قصر الوطن في ابو تضمنت اجنده الاجتماع مناقشه اداء القطاع الصناعي في الدوله والتحديات التي يواجهها هذا القطاع والممكنات والمبادرات التي من شانها تحقيق نقله نوعيه في التنميه الصناعيه الوطنيه وفي الشؤون التشريعيه ناقش المجلس الوزاري للتنميه تعديل عدد من التشريعات الاتحاديه المنظمه لنقل وزراعه الاعضاء والانسجه البشريه وفقا لافضل الممارسات العالميه وتلك المتعلقه بتنظيم على علاقات العمل مع عمالة الخدمة المساعدة وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتشريعات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية